تمام. هيئة النيابة الإدارية، الناس بتسأل كل يوم والتاني، يعني تعامل جديد مع قضايا وقائع فساد، محاكمات تأديبية. هيئة النيابة الإدارية بتنشط في عملها بقالها فترة الحقيقة، وهنتكلم لاحقا على وحدة الاستثمار برضو اللي أعتقد أن هي نسبيا حديثة يمكن. كيف تعمل هيئة النيابة الإدارية؟ ما هي القضايا أو المحاور الرئيسية، مش القضايا، أو نوع أنواع القضايا اللي بتعمل عليها هيئة النيابة الإدارية؟ تمام، يعني خلينا نقول ان اذا اتكلمنا بشكل عام بدون الدخول في تفاصيل قانونيه عشان يعني يبقى كل الجمهور معانا في الصوره، هي مختصه بالموظف العام والمخالفات الماليه والاداريه اللي بيرتكبها الموظف العام بمناسبه واثناء وظيفته. فاي تعامل مع اي جهه من الجهات الحكوميه التابعه للدوله، الموظف اللي بيشتغل في الجهه دي هو خاضع لاختصاص النيابه الاداريه. فبالتالي هي بتختص بكل الموظفين العموم التابعين للدوله. فالموظف اللي في القطاع الخاص ده مش تبع النيابه الاداريه، الموظف اللي بينظمه قانون خاص، يعني زي يعني مثلا ضباط الشرطه، القضاء، ضباط القوات المسلحه، دول ليهم قوانين خاصه لجهاتهم وقوانين عسكريه. بالظبط، فدول غير خاضعين للنيابه، انما النيابه بتتعامل مع الموظف الحكومي بالمفهوم الواضح للموظف الحكومي والجهات الحكوميه التابعه للدوله. طيب النيابه الاداريه بتحقق في قضايا كثيره جدا، وفي الحقيقه يعني كلام عن احصائيه ربما بعدد القضايا سواء للدعاء او الاتهام. خلينا نسأل السؤال بشكل مختلف شوية، متى تتحرك هيئة النيابة الإدارية تتجه نحو قضية ما أو يعني في مشكلة في قضية معينة فتتجه إليها النيابة الإدارية، والعكس كيف تستقبل هيئة النيابة الإدارية قضايا وتقوم بالتحقيق فيها؟ تمام، يعني احنا عندنا اكثر من صوره زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي. الصوره الشائعه او الصوره الاولى ان الجهه نفسها، الجهه الاداريه اللي فيها المشكله، وزاره ما او مصلحه ما او هيئه ما، بتبعت للنيابه ما يسمى بلاغ، بتقدم لنا بلاغ، انا عندي فيه مشكله 1 2 3 4، اتفضلوا يا نيابه اداريه، ده اختصاصكم، اتفضلوا حققوا. ده سواء الوزير المختص او رئيس المصلحه او رئيس الجهه المختص بيقدم بلاغ للنيابه. الصوره الاخرى الاكثر شيوعا هي شكاوى المواطنين، مواطن بيقدم شكوى للنيابه الاداريه. هنا الجهه ما تعرفش حاجه، المواطن جالي مباشره بيقول انا في الجهه الفلانيه في مخالفه ما. المواطن ده قد يكون موظف في الجهه وقد يكون من احد الناس، مواطن طيب عادي جدا. لو كان موظف في الجهه بتضمنه ازاي حمايته، وانه ما يتعرفش في مكان شغله عشان ما يتاذيش برضه، عشان دي نقطه الناس كلها بتسال عليها. ده شيء مهم جدا. هو هنا بقى هنتكلم في حاجه مهمه، احنا حتى الان طبعا في مصر ما زال قانون حمايه الشهود ما صدرش، ولكن احنا بنعمل ايه؟ من حق اي مواطن ان يقدم شكوى مجهول ما يحددش فيها بياناته، ما يذكرش فيها اسمه، ومن حقه احنا يعني عندنا اليات للتواصل مع المواطنين غير الاليات التقليديه، عندنا ما يسمى الخط الساخن، وعندنا البريد الالكتروني. ايه الخط الساخن يا فندم لحضرتك؟ 16117. ده بيعمل على مدار الساعه من 8 صباحا ل 8 مساء لمده 7 ايام في الاسبوع، يعني كل يوم من 8 الصبح ل 8 بالليل. ده بيتلقى شكاوى المواطنين. كمان هستاذنكم، انا اسفه يا سياده المستشار، هستاذنكم يا شباب بس برضو الخط الساخن يبقى معانا لهيئه النيابه الاداريه 16117. تمام يا فندم. وعندنا البريد الالكتروني، وعندنا ممكن يبعتها بالبريد العادي، وممكن يجيب الشكوى هو باليد. طب انا بتخيل بقى لو حضراتكم في النيابه الاداريه فاتحين الباب انه الموظف او المواطن اللي مش عايز يقول اسمه لكن شايف قضيه فساد او ما الى ذلك فبيتقدم بيها، لو حضراتكم فاتحين الباب انها تصل من مصادر مجهوله ما يبقاش كاتب اسمه، ده حضراتكم على كده ممكن يجي لكم عشرات الالاف من الشكاوى والرسائل كل يوم. طيب بتلاقوا وقت ازاي تفرزوها وتحققوا فيها؟ وماذا عن الشكاوى الكيديه؟ وماذا عن القضايا الملفقه؟ واحد متغاظ من واحد يبعت لكم يقول لكم ده فاسد. بتتعاملوا ازاي يا سياده المستشار في القضايا دي؟ سؤال جيد جدا. الشكاوى دي لما بتيجي، خصوصا الشكاوى المجهله او اللي مش مذكور اسماء اصحابها، والشكاوى حتى العاديه، عندنا وحده مركزيه ملحقه بمكتب رئيس الهيئه اسمها وحده الشكاوى. وحده الشكاوى دي فيها عدد من الساده المستشارين الاعضاء، دورهم ان هم يفحصوا الشكاوى دي فحص مبدئي. بيبتدي يشوف الوقائع شكلها عامل ازاي، يبتدي يتحرى عن الوقائع دي، ممكن يطلب تحريات الجهات الرقابيه، اديني التحريات عن الوقائع دي، هل الوقائع دي صحيحه ولا لا، ممكن يطلب مستندات من الجهه عشان يتاكد من سلامه الاجراء ولا لا. حكايه ان احنا نوصل للمتهم نواجهه بالاتهام دي اخر حاجه، لما نكون تاكدنا تماما تحقيقات طول الوقت في شبهات جديه بتؤكد ان الوقعه الشكوى دي غير كيديه. حضرتك بتتكلمي كلام مظبوط جدا، بيجي لنا شكاوى كيديه، بس ده ما ينفعش يمنع ان انا افتح الباب للمواطن، يعني ده بالعكس ده جزء من متاعب الرساله بتاعت العداله اللي النيابه بتاديها. طبيعي جدا زي اي محكمه زي اي نيابه ان هيجي جزء من الشكاوى هو غير حقيقي، بس لازم اتعامل معاه لان قصاد ده بلاقي شكاوى حقيقيه بتكشف لي وقعات فساد في غايه الاهميه. هنذهب لابعد من كده، ويمكن حضرتك تعلمي ده، احنا مش بس بنكتفي بده،
احنا بنتابع وسائل الاعلام. لما بنلاقي واقعه اثيرت في احد وسائل الاعلام ممكن تشكل مخالفه بتختص بها النيابه الاداريه، بيتعرض مذكره من اداره الاعلام على معالي مستشار رئيس الهيئه اللي بتتفضل بالتاشير بالاحاله للتحقيق متى ثبت جد يعني ان الواقعه على هذا الشكل كده ممكن يكون فيها شبهه مخالفه. وعملنا ده كثيرا جدا، يمكن البرنامج بتاع حضرتك كان من البرامج اللي خدنا منها اكثر من واقعه قبل كده. ويعني توجيهات معالي المستشار اماني الرفعي رئيس الهيئه يعني منذ تولت منصبها الحقيقه وهي مركزه على العداله الناجزه ومتابعه كل القضايا اللي من هذا النوع، يعني وسرعه التحقيق الحقيقه. دي حقيقه، ويمكن بتتابعها بشكل اسبوعي حضرتك. دي يعني هي بتتابعها بشكل اسبوعي بنفسها، بتتاكد ان سرعه الاجراءات ماشيه والعداله الناجزه بيتم تحقيقها. ممكن اقول لحضرتك على حاجه يا سياده المستشار انا لاحظتها، بس خليني اسمح لي الاول اقول بس